اي محمد. وي خويا صباح النور اخاي. صباح النور سي هشام وسي محمد والاخت لامية. مرحبا بك محمد. محمد الودادي، الودادي متعصب. مرحبا بخير. متعصب اخي، متعصب. الودادي متعصب بزاف. هو شوف، هو بالنسبه لوداد الماتش الاولاني اختصرنا اخويا هشام، انا السياق اللي هضرتي فيه انت شاف نفس التدوينه ديال واحد المد واحد السيد في الوداد ديال الظروف. المباراه اخويا الى تبعت شنو قالوا؟ كان قال بانها كانت الارضيه والظروف وكذا. ما المباراه الوداد انا تبعتها مزيان. نعم. كانت بسبب اختيارات ديال المدرب. كان المباراه بامكاننا نربحوها وكان بامكان تكون نتيجه احسن من هذه. نعم صحيح. لان بان باللي احدد ما كانش يمكن يلعب 80 دقيقه. بان التغييرات على وسط الميدان، فارق بحال سيمبا ولعب معاه بجوج كاس وراس جبران والداودي اللي تيديروا دور واحد. صحيح. حسوني تراجع شويه المستوى ديالو رغم انه الوقت اللي كان عندك احسن واحد في الماتش هو بوهرا اللي كان كيشد الكره حيد ودخلتي مترجي ليا الله رجع من الاصابه. على العموم كانت اخطاء غاريدو كان ديال اختيارات المدرب. نعم اختيارات ديال المدرب. المهمه ديال الرجاء مواير لان الخصم قوي. هذا هو اللي كاين من سوء حظ الرجاء، ماشي انها خسرت 2-0، لا، وانها في مواجهه خصم عنيد عنده الادرينالين عاود ضد الكاس الافريقي. واحد القضيه سي هشام وعلى الطريقه يفهمني، انا كنفضل نواجه اقوى فريق في جنوب الصحراء من وجهه فريق ديال شمال افريقيا. نعم صحيح. في جنوب الصحراء تيكونوا احسن. نعم دابا مازيك صن داوز بهذه القوه ديالها وهذا العطاء ديالها تلعب معايا تربحك بالكوره. نعم. يتربحها بالكوره. نعم بالكوره. واو هذا هو التخوف ديالنا، هذا هو التخوف ديال النتيجه الاهلي. نعم. لا بالنسبه للبارح كانت واحد الجلسه الصبح دارها سعيد الناصري، وهنا تيبان الدور ديال المسؤول ديال انه جماعة، لان الوداد ونجم وجادي. نعم. الوداد محتاج، خصو يفهم باللي المدرب خصو يفهم باللي ونجم هو واحد الاداه باش انه ينجح. يعني خصو على الاقل يكون معاه في الجروب. نعم. لان نقيسنا في هذه القيته هذه هو اللي تيدير الفرق. هذا دابا هنايا الا بدات غير شويه ديال المشاكل، هذا هو بحال غير تقول بحال ارسنال. نعم. هذه القيته اللي تيلعبوا الالقاب، اما في الاول كنتي مزيان، هنا الشهر هذا شهر مهم. صحيح. عندي واحد التعقيب اخويا هشام وسي محمد، وما كره زعما بحال الملاحظه. مرحبا اخي. مرحبا. ما دخلش في الفريق، غير دخل في اطار التنظيمي، اما الوداد كنشجعهم وكل الدعم للاعبين. نعم. الناس ديال الوداد خصهم كجماهير يفكروا فينا، يحاولوا يسروا لنا الامور شويه. نعم. حنا كجماهير كنقطعنا من التليفون باش ناخذ الورقه، ما يمكنليش ناخذها النهار ديال الماتش، خصني ناخذها قبل الماتش. دابا انا لقيتني غنمشي اليوم لكازا. نعم. ناخذ الورقه وخصني نرجع للرباط باش غدا نمشي نتفرج. يعني كاينين الناس اللي خارجين كازا ما فيها باس يدير واحد الكيش، تيقول لك اللي زعما الجانب التنظيمي ماشي بالضروره يكونوا في دونور، يكونوا في كازا السوداء، يكونوا بعض المراكز، يكونوا في الابجيك، ويكونوا مثلا في عربي الجولي. يعني وهذا فريق اللي عنده عشاق ومتتبعين ديالو من طنجه للقويره. نعم صحيح. والتالي في كازا علاش غتفرض عليه يمشي جوج مرات للتيران هو خدام؟ نعم صحيح. يعني انه باش يمشي نهار ديال الاربع يوم. خويا محمد انا كنقول اصلا علاش تفرض عليه اصلا يمشي ياخذ تيكي الا خديتها من الانترنت؟ صافي زعما خصنا نوصلوا لهذا التكنولوجيا. مستوى محمد ديال انه خدينا من الانترنت صافي غادي يمشيو سيغ بلاص للتيران، غادي نعطيو داك لو كود ديالنا وصافي وغادي. وكتكون فيرما كيطلع رقم البطاقه الوطنيه وكتكون. اما الجانب التنظيمي ديال ان هذيك لي كود باطي تشكانا وباقي الاشكال. صعوبه. نعم. باقي صعوبة. حتى الناس اللي كتهضر معاهم تيقول لك كاين اللي تيمشي تحت التيكي مع المسيبر تعطيه ديك الورقة، وهو عاوتاني كيمشي هو تعطيها لواحد اخر، تيجي يقدر يجينا الاولى ما يجيناش مول التيكي الاصلية. صحيح. والكود بار منها كيتسكانا كيدوز، يعني الثاني اللي غيقدر يجي يقدر يجي مول التيكي والكود بار كيكون ونقطعوا بالبطاقة الوطنية اخويا، نقطعوا بالبطاقة الوطنية. دابا حاليا راه كتقطع بالبطاقة الوطنية وطلع الصورة وكذا فاش كتسكانيها يطلع صافي. ها هو هشام ما نعقدوش، كاينين جوج حلول، كاين الحلول اللي دابا واقعيه وكاين الحلول على المدى البعيد. أنا. اللي يخدموا عليها من بعد هذه القضيه ديال لي كود با ديال مثلا لاباري اللي غيستعمل. لا صعيب 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 صعيبه، ولكن الحل واقعي وهذا اللي قلتي دابا. نعم صحيح. هو ماشي حل صعيب، هو راه كيديروا كيفاش كيديروا في الدول كامله، كيفاش كيديروا لي زعما علاش حنا غيجينا صعيب؟ ولكن او ميم طو عندك علاش كنديروا علاش كنديروا حتى في التريم. هو في حقيقة محمد عنده الحق، دابا شوفوا غير الحلول الواقعيه اللي نقدروا عليها. على الاقل واحد غيجيب التيكي ديالو غيجيبو نهار الماتش، ماشي غادي. لا حيت انا هاد القضيه ديال الدواعي الامنيه سي هشام ما قنعتنيش، لان ماشي بالضروره يكون في المحيط ديال الملعب. انا كنتفهم ان النهار ديال المباراه ما تقدرش دير التيكي في المحيط ديال الدونر، ولكن الحمد لله كاينين الملعب ديرها في العربي الجولي. العربي الجولي بعيد كل بعد على الدونر. صحيح. في الاخر السوداء. نعم. ديرها مثلا في كما قلنا الابجيك، وكاين بزاف ديال المراكز تقدر ديرهم فيها. هذا بالنسبه للجلول وفي سميتو في الوازي تحتهم بعادين على دونر. علاش؟
لان حتى هذاك السيد اللي في كازا ما تفرطش عليه، كاين اللي خدام كاين اللي ملتزم كاين اللي قرا، راه زعما رجل ما عرفتش خصنا. شكرا مسامحنا اكيد محمد غنطرقوا لهذه النقطه هذه مازال نتكلموا على مره نفتحوا هذه غطاء الطريقه ديال اقتناء التذاكر وكيفاش كتسيم وشنو ممكن تكون من حلول. شكرا خي محمد الله يكبر بيك. شكرا خي.